مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامج اقرأ. برنامج اقرأ هو برنامج ارتأينا أن يكون وسيطا وهمزة وصل بين القارئ والكتاب، الكتاب الذي فقدناه بل هجرناه. والبرنامج أيضا يستضيف نخبة من الأدباء الشعراء الكتاب، ومبدعنا اليوم ضيف عزيز علينا يحضر معنا هذه الحلقة. سنتحدث مع الأستاذ تليلاني أحسن. مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكل السيدات والسادة المشاهدين. الله يسلمك أستاذ. الحديث أستاذ عن المسرح الجزائري، النشأة، التطور، هو أكيد مر بعديد المراحل، خاصة عندما نتحدث عن رواد المسرح. والأستاذ أحسن تليلاني له كتاب يتحدث عن رائد من رواد المسرح، وهو سلالي علي المدعو علالو. هذا الكتاب، لماذا أستاذ علالو بالذات دون غيره من الرواد؟ شكراً. والله مسيرة المسرح الجزائري حافلة في الحقيقة بالنضال وبالمقاومة، فليس سهلاً يعني علينا أن نستنبت فن المسرح في التربة الجزائرية. والمسرح كما نعلم فن أوروبي، وأيضاً الجزائر كانت خلالها ترزح تحت نير الاستعمار الفرنسي. المسرح الجزائري نشأ في ظلال الحركة الوطنية بداية من 1921، ويعد علالو الذي خصصت له هذا الكتاب، يعد هو الرائد الأول وأب المسرح الجزائري. وعلالو نجح في تقديم أول مسرحية جزائرية بأتم معنى الكلمة، وهي مسرحية جحا، وكان ذلك عام 1926. قدمها في قاعة الكورسال في باب الواد أمام 1500 متفرج، ويعني كانت شروق المسرح الجزائري. ولذلك أنا عدت إلى هؤلاء الرواد، ليس علالو فقط، بل أيضا عندي كتاب حول رشيد قسنطيني، وهو أيضا من رواد المسرح الجزائري. وأنا يعني حاولت أن أعرف بهؤلاء الرواد، لأن هؤلاء يشكلون أعلام المسرح الجزائري ومعالمه في نفس الوقت. وإحنا الشباب اليوم نحتاج يعني أن نعرف مسيرة المسرح الجزائري، ونعرف آباء هذا المسرح لنستفيد منهم، من تجربتهم، لنقتدي بهم، ليكون المسرح الجزائري يعني يشكل حلقة وصل مع هؤلاء. جيد، أحسنت أستاذ. في هذا النقطة بالذات ذكرت مسرحية جحا لعلالو. هذه المسرحية نالت يعني نجاحا كبير، ما السر في ذلك أستاذ؟ السر في ذلك أن يعني أنا في رأيي أن كانت هناك محاولات قبل علالو، كانت هناك محاولات كثيرة من أجل يعني استنباط فن المسرح في الثقافة الجزائرية منذ 1921، مع المنصالي، مع يعني جمعيات، مع فرق حاولوا، لكن يعني دائما كانوا يجدون صعوبات، خاصة أن المسرح الأول كان يقدم باللغة العربية الفصحى، وكان يعني الناس يجدون صعوبة في فهم اللغة العربية الفصحى في ذلك الوقت. لكن علالو هذا اهتدى إلى الخلطة السحرية، والخلطة السحرية هي التراث، فاستحضر التراث عن طريق حكاية جحا، اللي الناس يعرفوا قصص جحا واللباس، لباس جحا، وعن طريق يعني أسلوب الضحك وأسلوب الكوميديا، وعن طريق استعمال اللغة الشعبية الجزائرية، اللغة البسيطة المفهومة الممزوجة التي تمزج بين الغناء وبين التمثيل وبين الأداء والمواقف المضحكة. هذه الخلطة كلها عرف علالو كيف أنه يعني يجبد الناس ليه،
وكيف أنه يغرس ويزرع فن المسرح بنجاح كبير. وكانت مسرحية جحا هذه هي فاتحة المسرح الجزائري واللي أسست فيما بعد لهذه المسيرة الكبيرة المتوجة من رجال المسرح ومن المسرحيات الجزائرية. شكرا أستاذ. الحديث عن المسرح الجزائري أثناء الحقبة الاستعمارية، كانت العروض المسرحية أثناء الحقبة الاستعمارية كانت موجهة إلى أوروبا يعني. يعني الجزائريون أين حظهم في ال... إحنا لابد أن نشير أن فرنسا، الاستعمار الفرنسي يعني عندما جاء إلى الجزائر كان عندما يؤسس مدينة كان دائما يعني البنايات أو المؤسسات الأولى التي ينشئها في أي مدينة كبيرة هي دار العدالة ودار البلدية والكنيسة والسوق المغطاة والأوبرا المسرح. فإحنا يعني مسرح تاع العاصمان وجدوه يعني بداية يعني من 1800 يعني مثلا 60 أو 70 بدأ إنشاء هذا المسرح، وأنشئت العديد من المسارح وخاصة تفتحت هذه المسارح بداية من 1930 بمناسبة مرور 100 سنة على احتلال الجزائر، وقدمت فرنسا عديد العروض الفنية والمسرحية والأوبيرالية في عنابة، في قسنطينة، في وهران، في سطيف، في الجزائر العاصمة، في مختلف المدن الجزائرية. وذلك المسرح الفرنسي كان مسرحا متروبوليا، كان مسرح استعماري، لذلك الجزائريين لم يتأثروا به، وكانت هناك مقاطعة نوعا ما، الجزائريين كانوا مقاطعين الثقافة الفرنسية. لذلك أنا يعني اكتشفت أن الجزائريين أخذوا المسرح من عند الفرق العربية، فرقة جورج أبيض مثلا التي زارت الجزائر في 1921 وقدمت مسرحية طارات العرب ومسرحية صلاح الدين الأيوبي. ولم يتأثر المسرح الجزائري بالمسرح الفرنسي لأنه كما قلت لك كان مسرح يقدم للأوروبيين ولم يكونوا يسمحون للجزائريين بدخول هذا المسرح، وما كانوش يعني كان غريبا عن الثقافة الجزائرية. لذلك كان لزاما على رجال الحركة الوطنية وعلى رأسهم الأمير خالد أب الحركة الوطنية الجزائرية يشجعون إنشاء الجمعيات وإنشاء الفرق المسرحية. وبداية من علالو اللي تكلمنا عليه بدأت تظهر الفرق والجمعيات، فظهر رشيد قسنطيني ومحي الدين بشطارزي وظهر محمد التوري ويعني ظهر أبو بقرة المعروف حسن الحسني بأسلوبه الضاحك بأسلوبه الفولكلوري الجميل، وظهرت فرقة مصطفى كاتب. ويعني كان المسرح الجزائري منذ بدايته ومنذ نشأته مسرحا مقاوما للاستعمار حتى ولو كان بطريقة غير مباشرة. فهو عندما يتحدث عن التاريخ الجزائري القديم، لما مثلا عبد الرحمن ماضوي يكتب مسرحية يوغرطة، فيوغرطة هو يعني يحيلنا على واحد من أجدادنا الأمازيغ الذي حارب الرومان، وعندما يكتب أحمد توفيق المدني مسرحية حنا بعل فهو يحيلنا إلى التاريخ المغربي القديم وإلى قرطاجة، وعندما يكتب مثلا محمد العيد الخليفة مسرحية بلال بن رباح فهو يحيي التاريخ العربي الإسلامي، وما بلال إلا الشعب الجزائري المستعبد من طرف أمية بن خلف اللي هو يمثل الاستعمار الفرنسي، وعندما يكتب عبد الرحمن الجلالي مسرحية المولد ومسرحية الهجرة فهو يحيي التاريخ الإسلامي، وعندما يكتب محمد صالح رمضان مسرحية أيضا المولد والهجرة ومسرحية الخنساء، كل هذا التراث يعني التاريخي المغاربي القديم والتاريخ النوميدي والتاريخ العربي الإسلامي كله يصب في إحدى أهم أهداف الحركة الوطنية، ألا وهو إحياء الشخصية الجزائرية. لذلك أنا يعني في كتابي هذا مثلا المسرح الجزائري في ظلال الحركة الوطنية يعني أبرزت دور المسرح
في يعني نشر الوعي الوطني، في التربية، في التهذيب، في التوعية، في يعني مرافقة تطلعات الحركة الوطنية الجزائرية في مقاومة الاستعمار الفرنسي. المسرح الجزائري يعني كان بطابع ثوري مقاومة. المسرح الجزائري تميز كثيرا عن مسرح في الشرق أو المشرق. نعم. مميزات. والله تميزا تميزا، يعني أنا مثلا في هذه الدراسة المسرح الجزائري والثورة التحريرية، وهذا يعني بحث أكاديمي يعني كبير جدا، أنا يعني تحدثت فيه عن دور المسرح في الثورة التحريرية، وتحدثت هنا عن دور الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، وأنا نعتبر الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني يعني مميزة في عن كل بلدان العالم، يعني أن الثورة الجزائرية لما يعني انفجرت ولما يعني انتشرت، قادة الثورة فكروا في يعني وسيلة من أجل التعريف بالقضية الجزائرية للرأي العام العالمي، فاهتدوا إلى إنشاء الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني التي تأسست عام 1958 في تونس برئاسة مصطفى كاتب، وهذه الفرقة قدمت ربع مسرحيات، نحو النور وأبناء القصبة والخالدون ودم الأحرار، وهذه الفرقة كانت هي سفير القضية الجزائرية، زارت ليبيا وزارت العراق وزارت يوغوسلافيا والصين، وحيثما كانت يعني تذهب هذه الفرقة كانت تستقبل استقبالا رسميا كما لو أنها هي سفير القضية الجزائرية، وهذه الفرقة الفنية لجبهة التحرير كانت تقدم حتى العروض تاعها في غار ديماو على الحدود بين الجزائر وتونس، تقدمها للمجاهدين وهما داخلين بالسلاح إلى أرض المعركة إلى الجزائر. لم يحدث أستاذ، لم يحدث يعني في العالم أن وجدنا مسرح أنا سميته مسرح الجبال، يعني المسرح يقدم في الجبل للمجاهدين في الطبيعة، في الطبيعة، وهو مسرح ثوري، مسرح نضالي. أيضا وجدنا دور الطلبة الجزائريين في تونس اللي كانوا أيضا يقدمون مسرح ثوري يتكلم عن القضية الجزائرية، ومنها المسرحية الشهيرة اللي كتبها عبد الله الركيبي وهي بعنوان مسرح الطغاة. ووجدنا أيضا المسرح الجزائري الناطق بالفرنسية في تجربة كاتب ياسين الذي كتب مسرحية الجثة المطوقة، وقد قدمت في فرنسا وفي بلجيكا وكانت تخاطب الضمير الأوروبي. الخلاصة يعني هي أن المسرح الجزائري ساهم مساهمة كبيرة في الثورة التحريرية، حتى أنه يعني قدم تضحيات وتضحيات كبيرة، واحد يعني كما أحمد رضا حوحو وهو مسرحي جزائري وشهيد، يعني استشهد في 1956، واحد كما محمد التوري سجن اعتقل وعدب، وعندما أطلق سراحه في 1959 يعني مات في في في, في البيت. فمحمد بودية المجاهد المعروف الذي كتب مسرحية الزيتونة ومسرحية ولادات، فإذن إسهامات المسرح الجزائري في الثورة التحريرية إسهامات كبيرة، ويعني قدم أعمال كثيرة بالدارجة وباللغة العربية الفصحى وأيضا باستعمال اللغة الفرنسية. وأعتقد يعني أن تجربة مسرح السجون ومسرح المعتقلات، لأنه كان يقدم أيضا في المحتشدات وفي المعتقلات، كان يقدم مسرح يعني يشحن المتلقي بالثورة وبالغضب ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم. نعم أستاذ، ماذا نقول يعني أن المسرح الجزائري استقل عن المسرح الشرقي والغربي أيضا؟ والله بكل صراحة أنا أعتقد أن منذ البداية تاعو المسرح الجزائري كان مختلفا عن المسرح العربي. نعم. بحكم اختلاف ظروف الجزائر، المسرح الجزائري نشأ تحت الاحتلال ونشأ تحت ظلال الحركة الوطنية، فهو منذ البداية كان مسرحا مقاوما، حتى ولو كان من خلال السكتشات التي كان يقدمها رويشد،
رويشد مثلا، ولا سكاتشات اللي قدمها بوبقرة، هي سكاتشات انت تراها سياسية. بسيطة ولكن لما بوبقرة وهو يلبس الشاش ويحمل العصا ويتحدث باللهجة الجزائرية فهو يقاوم سياسة المسخ وسياسة الاستئصال انت الشخصية الجزائرية اللي يقوم بها الاستعمار الفرنسي. فيعني حتى من خلال العناوين انت على المسرحيات، مسرحية الخداعين مثلا التي قدمها بشتارزي، الخداعين يعني من هم الخداعين؟ هو هذا الاستعمار اللي كان يوعد الجزائريين بأنهم يعطيهم الحرية لو كان يشاركوا معاه في الحرب العالمية الثانية، ولكن خدعهم وقتل الآلاف منهم في مجازر 8 ماي 45. يعني مسرحا كان يستعمل الرمزية، مسرح مقاوم، مسرح رمزي، مسرح جاد. احنا لم ينشأ عندنا هذا المسرح اللي يدير اللي يعمل الضحك من أجل الضحك، على غرار ما نجد ذلك في المسرح المصري وفي المسارح العربية الأخرى اللي في الحقيقة لم تدق مرارة الاحتلال. المسرح الجزائري كان يستحضر التراث، يتكلم على التاريخ، يجيب لك يوغرطة، يجيب لك حنابعل، يجيب لك بلال، يجيب لك صلاح الدين الأيوبي، يجيب لك عنترة ابن شداد، يجيب لك التراث الشعبي جوحة، يستعمل لك الدارجة الجزائرية، يستعمل الفصحى، يستعمل اللغة الفرنسية. يعني واحدة كما مسرحية الجثة المطوقة انت كاتب ياسين، وهي أول مسرحية طورية اكتبها ياسين ونشرت في مجلة إسبري في ديسمبر 54 وفي في في جونفي 55. هي تعتبر هذه مسرحية يعني خالدة استحضر فيها ياسين مجازر 8 ماي 45. أنا أعتقد يعني أن في هذا الكتاب اللي هو في الحقيقة أطروحة، يعني أنا قدمت الكثير من الإجابات حول إسهامات المسرح الجزائري في الثورة التحريرية. نعم جيد أستاذ. فقط نعود إلى الفرقة الفنية لجبهة التحرير، كيف يعني استطاع الجبهة أن تنظم هذا التنظيم الهائل بالنسبة لتوزيع المهام لهذه الفرقة؟ الفرقة الفنية كانت متكونة من 35 عضو، نص منهم يعملوا المسرح ونص منهم مجموعة صوتية. وتأسست هذه الفرقة في أفريل 1958 في تونس، ودورها الرئيسي هو التعريف بالقضية الجزائرية. فكانت تقدم أغاني على الثورة الجزائرية وتقدم مسرحيات أيضا حول الثورة الجزائرية. لما تأخذ أنت مسرحية أبناء القصبة فهي تعطينا صورة عن وقائع الثورة الجزائرية في المدينة وفي حي القصبة بالذات، وهي مسرحية يعني رائعة جدا كتبها الكاتب تاع فرقة جبهة التحرير اللي هو المرحوم عبد الحليم رايس. والمخرج نتاع الفرقة ورئيس الفرقة هو مصطفى كاتب. يعني الفرقة الفنية لجبهة التحرير يعني تعد نموذج حي لدور الفن، الدور الذي يقوم به الفن في التعريف بالثورة، والدور نتاع الفن الملتزم، والدور نتاع الفن في مجال المقاومة. فقدمت يعني أعمال كثيرة وأعمال خالدة. وحتى يقول لك يعني أنا وجدت في بعض المنشورات الصحفية أن لما كانت الفرقة تقدم عروض في غار ديماو على الحدود بين الجزائر وتونس للمجاهدين، كانوا ينحيوا الكارتوش، ينحيوا للمجاهدين من السلاح، لأنهم يعني يخافوا أن ربما مجاهد يغضب أمام مشهد تاع اغتصاب أو تاع حجرة، أن ذلك المجاهد يعني يطلق الرصاص، لأن كان مسرح نضالي، مسرح مقاوم، مسرح يشحن بالغضب، مسرح ثوري. هذا المسرح الثوري يا أستاذ لا نجده لا عند المصريين ولا السوريين ولا العراقيين ولا لا إلا ربما نجد ما يشبهه قليلا عند الفلسطينيين بحكم الثورة الفلسطينية، يعني عندهم هما أيضا. لكن المسرح هذا شي جيفارا لما جاء الجزائر عام 1963 وشاف مسرحية 132 سنة مع بنبلة في المسرح الوطني، كيخرج قال لهم تسألون عن المسرح الثوري، ها هو المسرح الثوري في أرض الجزائر. دونك المسرح الثوري ما كانش بلاد عرفته
في العالم أجمع بالقوة اللي عرفته الجزائر، لأنه كان مسرح صادق، لأنه كان مسرح يعبر على وقائع الثورة الجزائرية ويعبر على الدم الذي الدماء التي تسيل والمعارك. ما ننساش يا أستاذ أن الجزائر عرفت أبشع استعمار في العالم، مليون ونص شهيد بمعدل 500 شهيد في النهار، حدودنا الشرقية مغلقة، حدودنا الغربية مغلقة، فرنسا ربطتنا بالأسلاك يا أستاذ وحطتنا في محتشدات وأغلقت علينا. كان هنا مليون عسكري فرنسي، مليون عسكري فرنسي، كان هنا مليون معمر، 8000 قرية مدمرة تدميرا كاملا، جبالنا محروقة، أراضينا محروقة، ووسط هذه الحرائق الكبيرة كان المسرح يعبر وكان المسرح يصور. وأنت عندما تعود إلى دم الأحرار نتاع الفرقة الفنية، أو تعود إلى مسرحية الخالدون أو أبناء القصبة أو نحو النور، فأنت تكتشف وترى بعينك صورة يعني تجسد وقائع الثورة التحريرية من خلال هذا المسرح الذي كانت تقدمه الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني. أستاذ، هل الثورة صنعت المسرح؟ الثورة والمسرح جدلية. الثورة الجزائرية صنعت المسرح، لأن هي اللي جابت الفرقة الفنية يعني، والثورة واشتعال الثورة وكذا قادت الثورة، فكروا لازمنا يعني فرقة تعرف بنضال وتنقل الصوت، صوت الجزائر. فإذن الثورة خلقت المسرح الثوري، والمسرح الثوري هذا خلق يعني زاد هو تاني زاد في اشتعال الثورة، لأنه عرف بها للعالم، لأنه يعني ساهم في نشرها وإعطاء صورة حولها. أني حتى قلت لك أنا أن الفرقة الفنية كانت لما تروح لأي دولة كانوا يستقبلوها استقبال رسمي، لما راحوا للروس أو لما راحوا للصين استقبلوهم، يعني أنت تشوف الصور كما لو أن يعني سفير القضية الجزائرية هي هذه الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني. أنا نضيف لك حاجة واحدة، وهي أن المسرح الجزائري مسرح مجاهد، واللي كانوا فيه مجاهدين، واللي حركهم هو الجهاد من أجل الجزائر، مش الفن، هو الجهاد. أنت لما تأخذ طه العامري رحمه الله اللي توفى مؤخرا فقط، طه العامري فهذا مجاهد في الحقيقة، مجاهد، والله سيد علي كويرات، والله مصطفى كاتب، والله عبد الحليم رايس، هؤلاء مجاهدون ولكن فنانون. شكرا جزيلا أستاذ. أستاذ، الجزائر تحتفل هذه الأيام بذكرى مظاهرات 1961 17 أكتوبر. يعني أستاذ، يعني مصطلح الأدب الجزائري المهاجر في كتابك، يعني كيف ترى إسهامات هؤلاء؟ والله الأدب الجزائري المهاجر، وإحنا مثل ما تفضلت أنت يعني في الأيام نتاع الاحتفال بذكرى 17 أكتوبر 61، وين يعني خرجوا الجزائريين في مظاهرة يوم الثلاثاء في باريس بناء على نداء لجبهة التحرير الوطني، خرجوا في مظاهرات من أجل كسر حظر التجول، لأن فرنسا فرضت عليهم حظر التجول، فيعني وقعت يعني مجزرة يسميوها المؤرخين مجزرة باريس. واحد من المؤرخين الفرنسيين اسمه جون لوك إينودي عنده كتاب اسمه معركة باريس، يعني يتكلم كيف أن الكثير من الجزائريين اللي خرجوا بسلمية يعني في مظاهرات سلمية، وكان عددهم حوالي 60,000 متظاهر خرجوا في شوارع باريس وفي الشانزيليزيه وفي غيرها، يعني الاستعمار قتلهم ورمى بحوالي 400 واحد منهم في نهر السين، فكانت يعني صورة مريعة جدا خلتنا يعني اليوم احنا الجزائر تحتفل باليوم الوطني للهجرة كاعتراف بدور المهاجرين، والله إسهامات المهاجرين الجزائريين في يعني الثورة الجزائرية وفي يعني الدفاع عن الجزائر وفي القضية الجزائرية.
أنا يعني أصلت يعني ونشرت كثيرا حول الأدب الجزائري المهاجر، وإن قلت يعني أنا أن المثقفين الجزائريين كانوا دائما يعني مع البلاد مع الوطن، وحتى أنت كي تشوف توجد أن يعني الأدب الجزائري تأسس كثيرا في المهاجر. تأخذ يعني الأمير عبد القادر كان في المهجر وكان يكتب الشعر، تأخذ اليوم أحلام مستغانمي هاي في المهجر وهي تكتب الرواية وترفع الثقافة الوطنية. وأنا يعني في هذا السياق ترجمت هذا الكتاب، وهو تقريبا في 600 صفحة ويضم 10 مسرحيات لكتاب جزائريين يعيشون في المهجر، ومنهم هذه المسرحية أمسية في باريس. نعم. والتي كتبها كاتب جزائري اسمه مجيد بن الشيخ، وفي هذه المسرحية يصور مجيد بن الشيخ مظاهرات 17 أكتوبر 61، وكيف أن القتل الذي لحق الجزائريين ذلك الثلاثاء الأسود 17 أكتوبر كان بأوامر فوقية من يعني الحكام نتاع فرنسا. ليس صحيحا أن الشرطة اصطدمت مع المتظاهرين وقتلتهم هكاك برك، لا، كانت هناك أوامر نتاع موريس بابون محافظ شرطة باريس، وأعلى من هو أعلى من محافظ شرطة باريس، يعني الحكام نتاع فرنسا هم الذين أعطوا الأوامر بقتل الجزائريين. إذنك هذه المسرحية تاع مجيد بن الشيخ في الحقيقة هي تفضح العقلية تاع الاستعمار، أن الاستعمار هذا بشع وأنه عدواني. نعم. وأنه معتدي وأنه ضد الحريات، وأنه والاستعمار هو الاستعمار، يعني احنا كي نتكلم على الاستعمار الفرنسي. نعم. يعني هو الاستعمار اليوم الإسرائيلي لفلسطين، يعني فكرة. نعم. العداوة. نعم. والاستعباد والاستعلاء والتوسع وضد الإنسانية، فهذا هو. لما نعود احنا إلى يعني 17 أكتوبر، يعني في الحقيقة هي ملحمة. نعم. وهنا برك نفتح قوس لأقول أن الشعب الوحيد في العالم، هذه نضيفها لك أيضا، الذي نقل طورته من البلد المستعمر إلى بلد المستعمر هو الشعب الجزائري. يعني نقلنا الطورة من الجزائر إلى قلب فرنسا، ولما وقعت مظاهرات 17 أكتوبر عجلت باستقلال الجزائر. لكن يعني أنا نتأسف كباحث أن هذه المظاهرات، معليش تكلمنا على المسرحية. نعم. وهي يتيمة هذه على بالك. نعم. ما كانش اللي كتب على مظاهرات 17 أكتوبر، يعني الشعراء والأدباء. نعم. والروائيين وحتى السينمائيين، كاين إلا فيلم واحد تكلم على مظاهرات 17 أكتوبر. هذه مناسبة تخلينا ندعو. أكيد. الكتاب والمبدعين إلى تخليد التاريخ الجزائري، لأنه تاريخ حي وتاريخ جميل وتاريخ بطولي، نحن مقصرون كثيرا في تدوينه وفي تصويره. جيد أستاذ، سؤال ما قبل الأخير، يعني ما مدى اهتمام الدولة اليوم بالمسارح؟ لا، أنا نشوف نقول يعني المسرح الجزائري بخير. نعم. يعني تم إنشاء مسارح كثيرة. نعم. مسارح كثيرة مؤخرا، اليوم عندنا أكثر من 20 مسرح محترف، مسرح جهوي. نعم. تقريبا يغطي مختلف المدن الكبرى في الجزائر وحتى في الجنوب. حتى في الجنوب الشباب يشتغلون يعملون. نعم. صحيح بعض المسارح تشتكي هكذا غياب الإمكانيات، لكن أنا نشوف أن المسرح الجزائري مسرح متطور، مسرح جاد، مسرح رسالي، مسرح هادف، مسرح مبدع. بدليل يعني إحنا كل ما نشاركوا في تظاهرات كبرى نتوج بالجوائز. أكيد. الشباب نتاعنا يجيبوا جوائز عربية وجوائز أجنبية. هذه الأيام بمناسبة ذكرى أول نوفمبر. نعم. تعرض الملحمة، ملحمة حول أول نوفمبر. فيعني أعتقد أن المسرح الجزائري بالتأكيد يحتاج إلى نشر أكثر. يعني إحنا اليوم المدن الجزائرية والتي يعني مدن كبيرة جدا، مدينة مثل الجزائر ما يكفيهاش مسرح واحد. يعني نتمنى أن يكون هناك مسرح في باب الزوار، ومسرح في 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 في, في, في برج الكيفان، ومسرح في ضرارية. نعم. حيث أسكن. نعم. أنا
يعني وايضا يعني برج بوعريريج. نعم. ولما لا يكون هناك مسرح في برج بوعريريج؟ لما لا يكون هناك مسرح في جيجل؟ نعم. جيجل المدينه. لكن المسرح الجزائري انا كما نشوفه مسرح بخير وهو يعني يتماشى ويمشي. شكرا استاذ. سؤالي الاخير، مقبلون على موعد ثقافي المعرض الدولي للكتاب، كلمه للقراء المرتادين وللقراء المترددين حتى في القراءة يعني. والله معرض الدولي للكتاب أنا راه عرس كبير، عرس للجزائر، عرس القراءة، عرس الكتاب، عرس المعرفة، عرس الوعي. نعم. العام الماضي يعني حوالي 3 مليون زائر لمعرض الكتاب وحوالي 1200 عارض، هذه راه يعني أرقام ضخمة جدا تخلينا نقول أن الكتاب يعني راه بخير وأن المقروئية موجودة. احنا نقرأ، بعض الناس يقول لك المقروئية غائبة، أنا نشوف يعني الناس يقرؤون، ليس شرطا أيضا أننا نقرأ الكتاب الورقي، يمكن اليوم أن نقرأ الكتاب الإلكتروني، لكن أنا يعني راني نشوف أن الثقافة الجزائرية بخير، وهذه يعني التظاهرات الثقافية الكبرى يعني بالتأكيد سيكون لها إسهام على مستوى نشر الوعي وعلى مستوى تمدين المجتمع، لأن الثقافة وش دورها؟ دورها هي الثقافة أستاذ جاية من آلة الثقاف. آلة الثقاف هذه كانت في الجاهلية، كانوا لما يقصوا العواد اللي يخدموا بهم السهام يجيبوا العود هذاك اللي ربما معوج هكذا ويحطوه في آلة الثقاف باش يولي مستقيم. يولي مستقيم ويتحول إلى سهم. دونك الثقافة الدور تاعها هي تقويم السلوك، تقلبك إنسان مسقم متربي متمدن متحضر، يعني السلوك نتاعك سلوك مدني، سلوك يعني حضاري، هذا هو الدور تاع الثقافة. ويعني أعتقد أنا أن معرض الكتاب والقراءة وهذه التظاهرات الثقافية، الجزائر اليوم يعني الحمد لله المدن متطورة، البنايات متطورة، سياراتنا متطورة، لباسنا، هيئتنا، نحتاج برك أن السلوك تاعنا يكون سلوك مديني ومتحضر ومتقدم وحضاري. نعم. ومتطور، وهذا السلوك الحضاري ما يمكن تديره إلا الثقافة. لابد أننا نشجع السينما، لابد أننا نشجع المسرح، نشجع الكتاب، نشجع الفنون التشكيلية، نشجع الموسيقى، حتى الموسيقى. نعم. يعني عندها أكيد. دور أكيد. في يعني في 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 التربية وفي التوعية، أغنية كتعود مخدومة بشكل جميل بالتأكيد سيكون لها يعني دور وتأثير على الطفل وعلى المجتمع. شكرا أستاذ، شكرا على حضورك، شكرا على تلبيتك الدعوة. أما مشاهدين الأعزاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا لكم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.